إذن هناك أبعاد وراء وجود كل هذا الحزن. إذا أردنا أن نلخص العوامل اللي خلدت هذا الحزن بهذه الكيفية، نجد أن هناك عامل إنساني، عامل إنساني، قضية إنسانية بكل المقاييس، فيها الحزن لأن الإنسان يألم لألم الإنسان، فيها عطش، فيها جوع أيضا. ترى احنا الحسين مو فقط عطشان يوم عاشوراء وأهل بيته، أيضا الحسين جائع. مو سامعين انتوا الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول فقد قتل ابن رسول الله عطشانا، فقد قتل ابن رسول الله جائعا، جوع عطش، قتلوا جميع أهل بيته، حتى ولده الرضيع، حتى ولده الرضيع قتل، وسروا في أهله مصفدين كما يقول النبي، كما يقول جبرائيل لآدم كالعبيد. لهذا شوف الحس الإنساني ما يقدر يتجاهل واقعة الطف. أنا ما أدري بعض المسلمين والله أتعجب شلون يقدرون يتجاهلون الحسين، شلون يتجاهلونه؟ يعني القضية في هذا البعد، بعد إنساني. لهذا شوف اللي يعيش مأساة الطف، شوف التفت لي جيدا، اللي يتغذى بمعين الطف ما يمكن يقتل، ما يمكن يظلم، ما يمكن يتعدى على الآخر. الكل ما الإنسان يتشبع بقضية الطف يتشبع ببغض القتل، بغض الجريمة، بغض الاعتداء. لهذا الحسين استجلب الأحرار في كل العالم، استجلب الأحرار في كل العالم. أحمد شوقي رثى الحسين، الإمام الشافعي رثى الحسين، بولس السلامة المسيحي رثى الحسين، محمد إقبال الباكستاني رثى الحسين، كل الملل. حتى قيل أنه في تاريخ الدنيا، كل الدنيا، ما في إنسان قيل فيه من الشعر والرثاء والتأبين كما قيل في الحسين أبدا. تحدى في هذه الشخصية.